مساكم الله بالخير والنور والنوير على احلى متابعي قناه الاي تي في وبرنامج عسيف في حلقه جديده مميزه جميله رائعه بضيوفها وفقراتها وكل شيء حلو راح تشوفونه اليوم في برنامج عسيف. مساء الخير نوره. مساء النور فيصل، اهلا وسهلا فيك وانقل التحيه اكيد لكل من يتابعنا عبر شاشه الاي تي في، وان شاء الله اليوم راح نتجول اعلاميا، ان شاء الله بنكون بحلقه اعلاميه بامتياز. نعم. ان كانت مع الالقاء او الكلمه وانتقاء الكلمه خلونا نقول، وهذا الجيل والزمن. نعم. الجميل. نعم. وطبعا ايضا من جهه اخرى راح نكون مع الجهه اللي تحمل. نعم. التقنيات. نعم. وتحمل الجماليات والمشاهد. نعم. مع ايضا الاخراج. اضيف على زميلتي نورة يوم قالت الزمن الجميل، فعلا اليوم نتكلم على إعلام جميل الكويت من بداياتها لغاية هذا اليوم، وإحنا قاعد نقدم إعلام وصورة جميلة. لكن اليوم راح نتقبل أو نقابل شخصية رائعة جدا، إحنا كنا نشوفها بالتلفزيون ونطالع، أيام ما كنا نقعد تحت التلفزيون ونطالع يقولنا والله اليوم عندنا صباح خير يا كويت، تحت التلفزيون قاعدين نطالع ونتابع. صحيح، وتعددت برامجها للأمانة، ويعني أعطت يعني كسب فيها التلفزيون. نعم. وهي أكيد اكتسبت من هذه الخبرة، هذا اللي راح نعرفه منها. نعم. أثناء اللقاء، وأكيد تجربتها بتكون مميزة في هذا الزمن. نعم. الجميل اللي كان فيه عدد أيضا المذيعات. أكيد. فيصل بهذاك الوقت. أكيد. كان نادر. نعم. أو قليل. نعم. وطبعا أنواع عديدة، وكان. نعم. عندهم بهذا الزمن يعني. نعم. غلطة المذيع على قولتهم بعشرة وبألف ويعني اللي يهتم أكيد لأدق. نعم. التفاصيل من حيث الإطلالة. نعم. من حيث الكلام اللي بيقوله. نعم. موسوعة وثقافة ممكن ينفتح الهوى لساعات. نعم. عديدة، لازم يكون هو مؤهل. نعم. ثقافيا وقد هذا الهوى. نعم. وإلا راح ينشال. أكيد. من هذا الهوى، وخصوصا نورة بالسابق كانت التقنيات صعبة مو نفس الحين. صحيح. ممكن. صحيح. تعدل على الهواء وامورك تمشي طبيعيه. صحيح. لكن ذاك الوقت نقول الله يعينهم. صحيح، كانت بدائيه وعلى قدها يعني. أكيد. مع ظهور الاعلام. نعم. اكيد. نعم، ضيوفنا اليوم راح تكون معانا الاعلاميه القديره الاستاذه دعاء عبد الرحمن، راح نحاورها اليوم في كثير من الامور تخص الاعلام. للامانه هي اضافه لنا اليوم وجودها معانا في برنامج عسيف. صحيح، ومكسب، واحنا. أكيد. فاقدينها على الشاشه التلفزيونيه، ان شاء الله تعود لها. نعم. قريبا ان شاء الله، ان كان مثل ما احنا تعودنا عليها من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت الرسميه. نعم. او احدى القطاعات الخاصه. نعم. يعني احنا منورتنا اليوم. أكيد. أكيد. اكيد، وهي عندها ايضا مجهودها ووفائها للاذاعه، ومن خلف المايك اكيد تشارك الناس. نعم. في برنامج. نعم. صباحي مميز. نعم. ومعانا اليوم المخرج الجميل الدكتور علي حسن، راح نتحاور معاه في كثير من الأمور. طبعا أنا مسمين نأخذه للأمانة، هذا الرجل عمل فيني أنا شخصيا نقلة في برنامج في الصيف، سوانا شيء شغلة جديدة من الأشياء الجميلة اللي للأمانة حبيتها. ملاحظاته. نعم. دقيقة. وهو يملك معايير إن كانت أكاديمية أو فنية، وخصوصا أنه هو كثير تجول بين. نعم. قوالب الإعلام، إن كانت. نعم. الوثائقي، الأوبريتات، المهرجانات، يعني نتكلم محلي. أكيد. أو. أكيد. خارجي في الشرق الأوسط. نعم. وأيضا كانت له بصمة من خلال البرامج. نعم. الحوارية الهامة، وأكيد من بينها. أكيد. عسيف في. نعم. مشاركة. نعم. التأسيس. أكيد. بس كان عصبي. عصبي وايد. عصبي بس احنا راح نعرف منه لصالح العمل. أكيد. ويحب هذه الدقة ونظامي كثير. نعم. منظم. نعم. خصوصا في عرض الجداول وهذه الأمور. نعم. راح ننتقل الريموت بيدك نقول فقرات. عندنا فقرات اليوم متميزة جدا، عندنا فقرة زميلتنا أسرار سالفة مع الأستاذة الفنانة هدى الخطيب. صحيح. وأيضا عندنا الإعلامي سعيد توفيق في فقرة جميلة جدا اسمها شاهد على حدث. هالفقرة هاي لازم تتابعونها لا تطوفكم. بعد شوية نستقبل ضيفتنا بعد هذا التقرير. في حلقة اليوم من برنامج عسيف بتشوفون عن الأوبريتات الغنائية والحفلات الوطنية والأفلام الوثائقية، بنتكلم مع المخرج الدكتور علي حسن في حوار شيق راح يجمعنا فيه الليلة، ومع الزميلة أسرار السعيد بنكون على موعد مع فقرة جديدة أسبوعية من فقرة سالفة الزميل سعيد توفيقي، وحديث عن أحداث مهمة شكلت منعطف في تاريخنا. والإعلامية دعاء عبد الرحمن بتنورنا اليوم في استديو عسيف، وحديث حول مسيرة إنجازاتها وعطاء لا ينتهي. رجعنا من بعد تقرير الفقرات والضيوف اللي نستقبلهم دائما في برنامج عسيف، نرحب في ضيفتنا الأستاذة دعاء. مساك الله بالخير، واليوم منورتنا في عسيف. يعني أنا شكرا جدا أولا على المقدمة الجميلة اللي ذكرتوها، يعني الحقيقة عجزة عن الشكر، وفرصة سعيدة وطيبة وجميلة فعلا أن أكون معكم النهاردة من خلال شاشة
الاي تي في وبالتحديد برنامج عسيف اللي اكيد ليه قاعده جماهيريه كبيره ومكسرين الدنيا كمان على السوشيال ميديا. فانا سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده واكيد مع جمهور طبعا التلفزيون اللي اكيد وحشني بشكل كبير يعني. تحياتي لهم جميعا. طبعا منورتنا الاستاذه والاعلاميه القديره دعاء عبد الرحمن، واحنا اكيد الفرصه والسعاده لنا اكيد انا وزميلي فيصل وكل طاقم العمل، وجودك مكسب ويانا واكيد راح تثرين حلقتنا من خلال ما احنا نتعرف اكيد على مسارك وخطك اللي مسكتي منذ البداية، وراح نشوف شنو الخبرات اللي يعني كنت فيها والمواقف اللي حصلت معك وأيضا الزملاء أو الزميلات اللي كانوا معك في هذاك الوقت. وأيضا إحنا ما راح نكبرك وايد، أيضا أنت من ضمن الجيل المعاصر وما زلت وفية لهذا الميكروفون. ربما يعني زميلات لك توقفوا عن التقديم في الكويت، يمكن انتقلوا لأماكن ثانية. راح نعرف كل هذه الأمور، ولكن ننطلق لأسئلتنا ولا ننطلق لي نشوف التقرير أول شيء وبعدين نرجع لأسئلتنا. دعاء عبد الرحمن إعلامية لمعت في التقديم ومن أبرز المذيعات اللي قدموا برامج المنوعة على شاشة التلفزيونات دولة الكويت في فترة التسعينيات. هي متألقة ومثقفة ولها بصمتها الخاصة وشخصيتها المستقلة. بين الإذاعة والتلفزيون كرست دعاء حياتها العملية لتقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية. اللي عارف دعاء يعرف إيش كثر هي طيبة وعلى نياتها. اشتغلت مع الكل والكل يحبها، وهي تعتبر من المذيعات القلة اللي ما سمعنا عنهم لا إشاعات ولا أثارة الجدل. تميزت دعاء عبد الرحمن بثقافتها وتمسكها باللغة العربية الفصحى، فكانت خير من يتحدث بها، وهالشيء كان واضح من خلال نوعية البرامج اللي تختارها، فقدمت البرامج المنوعة والطبية والثقافية كذلك. قدرت من خلال برامجها أن ترسم خط خاص فيها، فاحتفظت من خلالها بذكريات جميلة. مشوار مليء بالإنجازات والعطاء راح يرجعنا إلى الزمن الإعلام الجميل وإلى زمن التسعينيات. دعاء عبد الرحمن حياة الله معنا اليوم في برنامج عسيف. واحنا نقول حياك الله بعسيف، واحنا قاعد نشوف هالتغريده اكيد ذكرتي اشياء جميله طبعاً. رحله كفاح ما شاء الله طويله، ذكريات لقاءات شو تلفزيون وامور كانت طيبه. احنا اليوم سعيدين فيك مره ثانيه في عسيف. والله انا اللي سعيده جدا اني موجوده معاكم النهارده. نعم. وفرصه فعلا طيبه. نعم. اني اتواجد مع جمهور الكويت طبعا من خلال شاشه التلفزيون. اكيد وحشوني وحشتني طبعا الشاشه، في نفس الوقت يعني مش متعودة أن أنا أكون في مكان الضيف، متعودة أكون دايما حسيت بشعور الضيف يعني. حسيت بشعور الضيف الحين. طبعا طبعا لا 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 هناك أسهل كثير طبعا. فسامحوني طبعا المشاهدين الأعزاء لو يعني ما كنتش بنفس القدر لا مكاني كمذيع يعني. طبعا انا وأكون فيصل خفيف عليهم انا وفيصل لبسنا اكيد القدر الكبير لتواضعك رغم تجربتك الكبيره اللي يعني تحملينها اكيد ما بين التلفزيون والاذاعه. غيابك طول علينا في التلفزيون وشاشه التلفزيون، ما المانع وما اسباب الغياب؟ عايزة أتفق معك يعني مبدئياً. أوكي. أنا بعتبر نفسي بنت الإعلام الكويتي. أكيد. فأي وسيلة من وسائل الإعلام. نعم. إذاعة أو تلفزيون أنا أتشرف أن أكون موجودة. فكوني موجودة حالياً في الإذاعة فأنا موجودة مش غيبة يعني. صحيح. لكن إن شاء الله يكون لي وجود أيضاً على شاشة التلفزيون. ليه لا؟ إن شاء الله. طيب إحنا اليوم إحنا نعد الحلقة واجهنا إشارات كثيرة، إحنا نحاول نطلع يعني وايد في مواد، وايد في ارشيف، وايد في شيء نوره جدا جميل. صحيح. ما عرفنا شو نحط وش نقوي وش نسوي. لا 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 يعني الوقت قصير ولكن المواد ما شاء الله يعني شيء وايد نستمتع فيه ان شاء الله. طيب اليوم ذكريات اللي شفتيها قبل شويه بالتقرير شنو؟ والله رجعتوني للاحلى ايام طبعا اكيد. نعم. زي ما انت قلتوا بالفعل الزمن الجميل. نعم. ذكريات جميله، زملاء وزميلات طبعا اعزاء برسل لهم تحياتي كلهم من خلال شاشه تلفزيونكم. ويا رب فعلا يكون مشوار يستحق التكريم اللي انا موجوده النهارده من خلاله. نعم. على شاشه تلفزيونكم. فاتمنى كده يعني ان شاء الله. طبعا ما بين الاعلام سابقا اكيد كان التوثيق للاعلامي فقط من خلال برامجه وظهوره. صحيح. ان كان تلفزيونيا او اذاعيا ممكن تحتوي اكيد يحتوي الاعلام المقروء والصحافه. صحيح. ولكن
قليل ما نشوف في توثيق لي يعني خصوصا للاعلاميين من زمنكم. مزبوط. هذا يعني بخلاف ما يحدث الان، التوثيق اصبح طبعًا عبر الاعلام الالكتروني وايضا عن طريق الصحافه يعني. فخلينا نتكلم عن هذا الموضوع. مش عارفه هل احنا كنا محظوظين او مش محظوظين يعني. متهيألي برضو كان لينا وجود، يمكن حتى كمان عشان كنا قليلين جدا، قليلين العدد، يمكن كنا بنوصل بسرعة للناس حتى وما إن ما كانش فيه توثيق لينا زي ما هو دلوقتي في السوشيال ميديا. الحمد لله أثبتنا وجودنا من خلال عملنا. فمتهيألي حتى الصحافة كانت بتقوم بدورها في وقتها، فلكل وقت كان ليه توثيق. وفي ذاك الزمن كان التلفزيون متابع طبعا، القناة الأولى كانت هي رقم واحد في الكويت، وما في تعدد للقناة، كنا مفروضين حيشوفنا مفيش مفر يعني. أنا سولف مع زميلتي نورة قبل شوية بالمقدمة، قلت في أيام الزمن اللي كنا ننسدح تحت التلفزيون بنطالع البرامج ونطالع المسلسلات، فعلا كان زمن بسيط، زمن بريء، الناس كان كانت الألفة موجودة، الناس تقعد على التلفزيون تتابع مسلسل وتتابع برامج، حتى الزوارة الكل قاعد يتابع. ذاك اليوم شفت صورة قبل شوية بالانستغرام، حاطين صورة ياهال من سدحين كنت 6 7 8 ويطالعون كرتون. هذا وين الحين؟ هذا مو موجود الحين، كل واحد ماسك ايباده ويطالع اللي يبي. ودي اسولف عن اللقاءات اليوم، وينك انت مقلم اللقاءات التلفزيونيه؟ مو قاعد تطلعين، العله فينا احنا مو قاعد ندعيك ولا التلفزيونات ما تقولش تعالي، نبي نتكلم بصراحه. لا انا موجوده وانا معاكم النهارده هو على الهواء يعني. اكيد فانا مش مقله ولا حاجه. لما بتكون في دعوه اكيد بلبيها على قدر الامكان. ولما بيكون في جديد اكيد بكون حريصه ان انا اطلع. فانا موجوده معاكم. احنا نقولش طبعا شكرا لتلبيتك لهذه الدعوه. أنا ولكن انا ودي انتقل لنقطه البدايه. تفضلي. كيف من طبيعة دراسية علمية انتقلت منها إلى واقع التلفزيون والإعلام؟ خلينا نتكلم عن هذه الحدوتة اللي صارت لك ومن ثم انطلقتي. هم أكيد طبعا المشاهدين اللي هم طبعا جيل التسعينات اللي هم طبعا كانوا بيتابعوني أكيد عارفين أني أنا خريجة كلية علوم، بكالوريوس علوم، جامعة عين شمس. بس الحقيقة وجدت في نفسي الرغبة أني أدخل مجال الإعلام. يمكن وأنا صغيرة كان عندي نشاط إذاعي مدرسي، فكان عندي زي ما نقول قاعدة استعداد أني أنا بالفعل أكون في مجال الإعلام. كان في إعلان في إحدى طبعا الصحف المحلية في وقتها طالبين مذيعات في التلفزيون. تخيل أنك كانوا يطلبون مذيعات. فالحقيقة وجدت في نفسي الرغبة أن أنا أقدم، وقدمت. وكانت المفاجأة أن أنا من أول يعني لقاء مع الكاميرا القبول. كان في ود بينا والحمد لله يعني قبلت وبدات اعمل الاعلام بس ببساطه يعني. اكيد يوم الامانه نوره ترى في يعني شخصيات ما هي متخصصه بالاعلام ولكن متفوقه بالاعلام، ساعات الموهبه يكون لها دور. صحيح. حتى اليوم على صعيد الفن الممثلين، يتكلم على الفنان الكبير عادل امام مثلا خريج زراعه، مزبوط. النجم الاول نتكلم رحمه الله عليه سعيد صالح خريج زراعه، صلاح السعدني خريج زراعه، حتى الادباء يدرسون في مجال معين ولكن في شيء ثاني يستهويهم وشيء ثاني يحبونه. فكل ربما موهبة أو أكيد. شغف وايضا تصقل من خلال الدورات. اكيد طبعا من خلال دورات تدريبية مختلفة. انا دخلت طبعا بعد ما التحقت بمجال الإعلام في التلفزيون، كان في دورة أساسية في الإذاعة طبعا اللي هي المدرسة الكبيرة اللي بيتخرج منها اي مذيع يحب ان هو طبعا يعني يجود في عمله. وطبعا توالت الدورات التدريبية المختلفة على مدار سنوات عملي، ومن ثم كان الصقل لي الموهبة اللي كانت عندي. نتكلم الأمانة نورة، تلفزيون الكويت مدرسة. صحيح. مدرسة طبعًا. اليوم اللي يطلع من تلفزيون الكويت هذا خلاص بعد إنه خذ الدكتوراه وخلاص وعدى أموره، سواء كان تلفزيون ولا إذاعة فطاحلة. تلفزيون الكويت أمانة فطاحلة، يقول واحد يمدح تلفزيون ديرته، أي أمدح تلفزيون ديرتي. صحيح. يستاهلون الأمانة، يقدمونه شخصيات على جميع المستويات الإعلامية، إذاعة، تلفزيون، حتى سينما وفن. حتى تنوع يعني. حتى من خلال الإخباري والسياسي لو يكون أي موقف طارئ. نعم. أيضا الجمهور يلجأ لتلفزيون دولة الكويت. نعم. أكيد. نعم. فخلنا نتكلم أيضا الإعلامي سابقا أو المذيع سابقا لا يعني كأنه هو نجم، يعني كأنه هو نجم بحد ذاته، مثل ما نقول عن الممثل أو يعني من هم في الغناء أو الموسيقى موهوب. فخلنا نتكلم أيضا عن هذا الموضوع.
اكيد طبعا يفرض هيبته واكيد في كل زمن اكيد المذيع ليه هيبته اكيد، يعني احنا لا نقلل ابدا من اي زمن او اي عصر من العصور يعني، لكن يمكن زي ما قلت في الاول ان احنا كنا يمكن عددنا قليل كمذيعات، بالتالي كان الاهتمام اكتر، كانت الاضواء علينا اكتر، كانت المحاسبه كمان في وقتها اكتر، زي ما انت قلت في بدايه في مقدمه البرنامج انه ما كانش في حاجه بتعدي، ما كانش في حاجه اسمها خطا يعدي ويمر مرور الكرام، لا ابدا نتوقف عنده نشوف ايه اسبابه وانه ما يتكررش مره تانية. فيمكن وقتها كان هو العصر ادواته تتطلب مننا كمذيعين نكون بهذا الاداء وهذا الشكل. حتى المحاسبه في ذاك التوقيت كانت لصالح العمل طبعا، مو هدفنا اليوم انا بعادي اليوم الساده دعاء ولا غيرها من الشخصيات الموجوده، لا اليوم انت اخطات احاول اليوم اعدل واضبط امورنا واصل امورنا كلها طبعًا. على العال طبعا صحيح، وتكون الاجواء كانها اسره. احنا بنتكلم عن الزماله اكيد الرفقه وايضا الشركاء اللي شاركوك في هذا النجاح الاعلامي، خلينا نتكلم من المقربين لك. طبعا انا جيلي نيرفانا إدريس، احنا اكيد قاعدين نشوف مع المشاهدين صور لزميلات صحيح مظبوط، نسرين ترابولسي، نادين صيداني، حنان كمال، كان في رشا مجدي مع عبد الوهاب طبعا، وفاء طه. الحقيقه مش حابه يعني ان انا انسى حد، لكن هما بالتحديد طبعا اكتر ناس كانوا يعني اشتغلت معاهم وكان ليا زماله معاهم، حتى اشتغلنا برامج ثنائيه على الهواء، نسرين ترابولسي، نادين صيداني، يمكن اكتر حد اشتغلت معاه طبعا كثنائيات على الهواء. ودنا نتكلم عن تحياتنا لهم، تحياتي لهم طبعا، تحياتنا لهم اكيد طبعا، بالنسبه بيشوفونا في تلفزيون دوله الكويت لهم التوفيق طبعا في اي مكان. يعني من الشخصيات اللي ذكرتهم الاعلاميات اللي عملوا نقله بتلفزيون الكويت الامانه، يعني كان لهم حضور جدا مميز كلهم في مجاله طبعًا. يعني احنا نمسي عليهم بالخير طبعا، طبعًا الموجود منهم في منهم من كمل يوم ساده نيرفانا إدريس راحت الى نيرفانا كانت نجمه القناه الاولى صحيح. طبعا بدون منازع لا يعني لا اكيد في يوم من الايام كانت رقم واحد طبعا اكيد تحياتي لك نيرفانا نيرفانا وكملت في الاوربت اتوقع في فتره الفترات وبعدها الحقيقه اكثر من قناه فضائيه فعلا كانت نيرفانا موجوده فيها، ربما مؤخرا في احدى القنوات يمكن الخاصه اللي بتبث من خارج الوطن العربي، لربما حتى يعني انتقلوا في مكان الاقامه او المعيشه الان هم مو في الكويت لا حاليا في مصر. عندك تواصل معهم؟ في تواصل الى حد ما الى حد ما اكيد. اليوم شو اللي تغير بين المذيع سابقا والحين؟ اكيد قاعد تتابعين وقاعد تشوفين الوضع شلون صار. انا بقول انه اي يعني شيء في الحياه يشابه العصر اللي هو فيه. احنا كنا شبه العصر اللي احنا اتواجدنا فيه. نفس الشيء اعتقد انه بالنسبه للمذيع في العصر الحالي هو ايضا شبه العصر اللي احنا فيه. ادوات اختلفت عن ادواتنا احنا، مدرسه جديده يمكن ربما تكون فيها اكثر تلقائيه واكثر طبيعيه، ممكن تكون اكثر قربا للمشاهد يمكن. ربما يمكن الإعلام الإلكتروني سهل، وهذه المواكبة أكيد ما بين الإعلام المرئي والسوشيال ميديا وأيضا تفاعل الجمهور وتواصلهم من خلال السوشيال ميديا قرب الجمهور أكيد وصار بيدهم أن هم يشاركون أيضا صحيح. في هذا المحتوى اللي موجود في التلفزيون ويتناقل، بس إحنا ودنا نعرف أنه يعني مهما صار ومهما واكبنا ومهما كان هذا زمننا يحمل في إعلام إلكتروني وأكيد طبعاً. معايير جديدة طبعاً. أساسيات جديدة طبعا. وما زلنا نقول عن زمنكم زمن جميل. والله ده شيء بيسعدني جدا وأنا دايما بسمع الوصف ده وبالعكس شيء يسعدني، لكن أنا برضو ما أحبش أن أنا أقلل من شأن العصر اللي احنا بنعيش فيه. أكيد الجيل اللي حيجي بعد العصر اللي احنا فيه هيقول على هذا الجيل برضو زمن الجميل متهيأ لي يعني. عارف المشكلة وين نورة؟ احنا اليوم صرنا ينتقدون الناس، روحوا شوفوا شلون كانوا يسوون، شلون كانوا يقدمون وكانوا صحيح. كذا مزبوط. يعني اليوم انتم المثل اللي يقتدون فيه واحنا بعد اليوم نقتدي فيك ونتشرف فيك وفي وجودك يعني اليوم قاعد نتعلم، خدنا درس اليوم فيها. بالعكس هذا مو شهاده، هذا حق انك انت تاخذينه علينا ومتشرفين فيك. ودنا نسولف شويه عن موضوع عوده بالشيطان، كلام اللغه العربيه. انا النهارده بتكلم عادي لا هو سابقا كان المذيع يلتزم بما بين اللغه العربيه او البيضه، هذا هو طبيعه الالقاء او صحيح. طبيعه انتقاء المفردات. احنا بنتكلم عن هالموضوع ولكن بعد هذا الترك. إذن هو خرج في هذه الرحلة أيضا
من باب التعرف إلى تلك الأماكن الدينية، يعني الأماكن كان هذا الهاجس أو هذا الحس الصوفي هو الذي دفعه إلى أن يقوم أيضا بهذه الرحلة. الأشرف يعني تنصح أنه ممكن يكون هناك بالفعل علاج بلسعة النحل، ولكن نؤكد هل ذلك يغني عن الذهاب إلى الطبيب في بعض الحالات؟ أكيد لا. رقم واحد اليوم حتى اللغة اختلفت، في السابق كانت شوية تكون لغة بيضة بس تميل شوية للعربية الفصحى، الحين أغلب المذيعين وأنا منهم بعد يمكن نورة بعد منهم وأنا النهاردة معاكم برضه ماشي معاكم على قمنا نسولف بالكويتي، صار الموضوع كله لغة بالكويتي، وفي بعض المحطات اليوم لجأت إلى التكويت حتى باللهجة أن يسولفون وحكيهم وسوالف، صارت أسهل ممكن للمنطقة الخليجية يعرفون لغات بعض، لكن اليوم أنت قاعد توصل إلى المنطقة العربية راح تكون اللغة شوية صعبة لو تكلمنا بالكويتي. متهيألي لا، أصبحت الآن اللهجة الخليجية بالتحديد مفهومة في كل مكان، أصبح في هذا التماهي وهذا التمازج بين كل اللهجات، ما عادش زي الأول. الموضوع صعب يعني متهيألي التمازج أكيد من خلال الدراما أيضا طبعا أكيد ومن خلال أصبحت الأعمال الدرامية مشتركة بين كل الدول العربية، فمتهيألي هذا الأمر ما عادش موجود يعني بالعكس. إحنا بس يعني مثل اتهام في أن المذيعين صاروا يتهربون من يعني التقيد في اللغة العربية أو البيضاء ينحشون يهربوا هي كانت مدرستنا إحنا اللغة العربية أكيد. يعني أعتقد وزي ما قلت يمكن العصر بيتطلب أن يكون الأداء بهذا الشكل من قبل المذيعين التلقائية الطبيعية الحديث باللهجة المحلية اللي هي أكيد أكثر قربا للمشاهد اللي بيتابع الآن الشاشة، فمتهيأ لي زي ما قلنا المذيع الآن يشبه العصر اللي بنعيش فيه. صحيح، احنا على طاري فيصل المفردة ايضا شفنا شيء في التقرير يعني لازم نعلق عليه اللي هو لاحظنا في التقرير اسم الله يعني بعدك يعني بهذا الاهتمام وبهذه الأناقة وبهذا الجمال يعني ما شاء الله اكيد عندك اسرار في محافظة على يعني على مر هذه السينما نبي كبرج. انا اذكر مرة ثانية ما نبي كبرج هو مشتري اكيد يعني الناس كلها طبعا عارفة ومتابعة امتى ظهرت بالضبط على الشاشة وتفاصيل اكيد يعني فهو مش سر. واشكركم طبعا على المجامله الطيبه يعني انه انا لا بالعكس هذه حقيقه ربما يمكن تكون هي من يعني هويتك او طابع لك انت خاص يعني مش المذيعه اللي اثرت على هالشيء. انا بعيش انا كدعاء يعني دعاء هي الشخصيه الانسان هي دعاء نفسها اللي بتطلع على التلفزيون فيمكن يكون هو ده السر انا مش عارفه يعني اذا انتوا تعرفوا حاجه تقولوا لي يبقى كويس قوي. احنا اللي نقوله دائما بعسيف يطلع من القلب سواء انا ولا نوره وانت تستاهلين هذا الكلام او هذا الثناء اللي نقوله. اشكرك شكرا جزيلا. من البرامج الجميله تذكرين الطرب الاصيل طبعا تذكرين عندي طبعا اربع سهرات من اجمل السهرات اللي انا قدمتها كان فيها مجموعه كبيره من افضل واجمل الفنانين في الوطن العربي والخليج فكانت اربع سهرات فعلا ليها صدى ولحد الان الاغاني بتذاع على كثير من المحطات الفضائيه. شلون كان التعامل مع الفنان ذاك الوقت؟ كان سهل مع الفنان؟ مع الفنان؟ يعني ما اختلفش كثير يعني الفنان هو الفنان اي حد اكيد شخصيته هي بتغلب عليه سواء كان في الماضي او دلوقتي هي حسب شخصية اللي قدامك سواء كان فنان أو غير فنان يعني بالعكس كان تعامل عادي جدا وكانوا ناس متواضعين للغاية وكنا مستمتعين جدا بوجودنا معاهم فنانة أنغام الفنانة أصالة عباد الجوهر فنان طبعا عباد الجوهر فنان راشد الماجد عبد الله رشاد ما شاء الله فاكر يعني فنان عبد الله رشاد بعد مقتطفات مع المشاهدين مضبوط تمام فنان نبيل شعيل كتير من الفنانين كانوا معنا يعني الحقيقة الذاكرة مش سعفاني ان انا اذكر كل الاسماء لكن مجموعة كبيرة من افضل ويعني المترمين اللي كانوا موجودين في الوقت انا قاعد نشوف هذا الدويتو من الاشياء الجميلة كان الفنانة نوال نسي عليها بالخير الفنانة نوال طبعا كمان اسفة ان انا نسيتها يعني كان ممكن نلتقي اتوقع الاغنية كان ذاك الوقت مظبوط كانت اغنية مكسرة الدنيا هذه صحيح ما شاء الله انت حافظ وانا ترى شوي انا من هالجيل بس مستخبي شوية نتكلم عن موضوع ايضا يخص الجمال اكيد كان في معايير للمذيعات سابقا في حضورهم واطلالتهم هل كان يعني كان يعني خلينا نقول الاهميه الاولى او من الاولويات كانت للجمال المذيعه هل هي في المحتوى ام الاطلاله زي ما قلتي في المحتوى وحسن المظهر لكن هو المحتوى المضمون
أهم شيء طبعا بالإضافة لحسن المظهر أكيد يعني، لكن الجمال شيء نسبي متهيألي. لما بيكون في جمال الروح مع لمسة بسيطة من الملامح الحلوة أو البسيطة السمحة السمحة متهيألي كان وقتها كفاية. يمكن دي الوحيدة اللي اختلفت في مقاييس العصر اللي احنا فيه دلوقتي. يمكن دلوقتي يمكن الجمال رقم واحد، يمكن وبعدين المضمون ربما في بعض الشخصيات، لكن ليس الكل طبعا. ما نحبش نعمم أبدا لأنه أكيد التعميم فيه ظلم. في السابق كان الجمال طاغي في التلفزيون، كان يبحثون أكثر شيء عن الجميلة والمثقفة. صحيح. ولكن الحين اختلفت مقاييس هذا الأمر. بعد الفاصل راح نسأل ونشوف إجابتك. نشوف. استاذة دعاء، قبل الفاصل كنا نسأل سؤال عن الشكل المذيع. كان بالسابق الجمال كان مطروح وكانت جميلة طبيعية، بعدها ذاك الوقت كانت جميلة طبيعية، غير الحين الوضع اختلف. مزبوط. لكن الحين المقاييس اختلفت. اليوم نتكلم صارت الكاريزما هي اللي تطغى على هذا، الحضور ظل يطغى على هذا الأمور. نتكلم اليوم على مثال أوبرا كسرت الدنيا وهي سيدة. صحيح. غير جميلة ولكن تمتلك حضور وإطلالة. صحيح. وطلة. مزبوط. نعم. مزبوط. زي ما ذكرت بالتحديد فعلا أيامنا إحنا بالفعل كان المضمون بالإضافة طبعا لي زي ما قلنا الملامح السمحة شروط القبول. لكن طبعا كان المضمون هو أهم شيء. زي ما ذكرت اختلفت كمان مقاييس العصر دلوقتي، زي ما ذكرت الكاريزما. يمكن جمال الشكل بيحكم أولا ومن ثم المضمون. وبرضو زي ما قلت تاني مش هنعمم، عشان أكيد في ناس مضمونها حلو زي شكلها. فمتهيألي أنه حاليا حتى الفولورز في الإعلام الإلكتروني السوشيال ميديا لو كان عندها نسبة عالية في الفولورز هي بالتالي تجذب المشاهدين، فممكن أيضا يكون لها مكان في الإعلام وتتصدر. هذا مقياس جديد الحين ترى صار السوشيال ميديا بينافس الإعلام. بس إن السوشيال ميديا ممكن تكون الشخصية عندها عدد كبير من الفولورز وهي تكون شخصية فارغة ما عندها شيء تقدمه، ولكن تلقينها على الشاشة موجودة وتقدم برنامج. والسبب شنو؟ إنها عندها عدد متابعين كبير. هذا حتى على الفن، حتى على التمثيل، لا حضور لا أعداد لا تجهيز، مجرد شخص عنده متابعين مليون واثنين مليون ويمكن ثلاثة أرباعهم بس المشاهد. المشاهد ذكي. بيعرف يختار. بيعرف يصدق مين وما يصدقش مين. دي وجهة نظري. خلينا نتكلم منو لفت انتباهك من المذيعات اللي موجودين حاليا. شوفي أنا مش متابعة وممكن تكون مشروع إعلامية يعني. أنا مش متابعة قوي لكن بشوف مثلا شاي الضحى، في فاطمة أبو حمد، في أسماء السيف، في عشان بس من الحقيقة مش عايزة أنسى حد. الحقيقة دول اللي فاكراهم حاليا يعني يلفتون انتباهك. في طبعا ما زالوا مستمرين من بعد الجيل شوية. اللي أنا كنت فيه في إيمان نجمة طبعا تحياتي ليها، من المذيعات المميزات جدا في التلفزيون. أيضا في زميلة غدر زوجي لازالت أيضا كمان مستمرة في على شاشة التلفزيون. ففي كتير من الأسماء الحقيقة المميزة ونوجه لهم يعني. أكيد كل تحية طبعا. تحية ودائما ترى المذيعين السمر بعد ما لهم حل. اليوم تكلمنا على إيمان نجم. إيمان نجم طبعا. تكلم على نور عبد الله. طبعا طبعا. نتكلم على فيصل عجمي. طبعا أكيد مميزين. ونذكر اليوم من البدايات عندنا شخصيات جدا جميلة الإعلامية منى طالب. طبعا تحياتنا يعني لها طبعا. الإذاعة طبعا وهي تلفزيون أيضا. تلفزيون قدمت أيضا تلفزيون. على طال الإذاعة عشان ما نعدي بعد أستاذة فيحاء السعيد. صحيح. أنا أقول لكم الكلام طبعا أستاذة فيحاء السعيد يعني أنا بوجه لها تحية من خلال شاشة تلفزيونكم. هي الحقيقة مدرسة. أكيد. أنا بتعلم منها كل يوم جديد. طبعا أنا في صباح الخير الإذاعي كمان بشكر الحقيقة المسؤولين في الإذاعة طبعا على رأسهم الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة. شيخ فهد المبارك والزميل سعد الفندي مدير إدارة البرنامج العام اللي هم الحقيقة أعطوني الثقة وشرفوني أن أكون موجودة في برنامج زي صباح الخير. برنامج لي ثقل كبير، لي قاعدة جماهيرية كبيرة ولي تاريخ أيضا طبعا بقيادة المخرج بدر المروان، إشراف العام أحمد عمر العامر، زملاء طبعا أهلود لورجيب، عبد العزيز الطقابي، علاء الخليل، ليهم طبعا حق علينا نذكرهم. تحياتي لهم وما تقلقوش أنا جاية الصبح في نفس الموعد. الالتزام مطلوب أكيد والوفاء لهذا الإعلام. أنا كان ودي نشوف أكيد معاك صور متنوعة، بس كان ودي أسألك سؤال. فضلي. لو كان في عودة
الآن للإعلام المرئي والتلفزيون الشاشة التلفزيونية، ما القالب اللي تفضلينه؟ قبل بس ما انسى، في معايا زميلي محمد العدويني كمان بوجه له تحياتي معايا في صباح الخير، من الشخصيات الإعلامية اللي إن شاء الله ليها مستقبل بإذن الله. إن شاء الله. معلش السؤال مرة تانية. السؤال لو كان لك عودة إن شاء الله قريبا، وإحنا أكيد نتمناها، للشاشة التلفزيونية، تفضلين أي قالب من البرامج الثقافية؟ يمكن آخر برنامج قدمته على شاشة التلفزيون العربي أو قناة العربي، طبعا تلفزيون الكويت، كان بنادى فتاة كتاب، كان برنامج ثقافي. فإذا أنا يعني أحب أن أنا أرجع، فأعتقد أنه أيضا برنامج ثقافية اللي تناسبني يعني حاليا. أكيد إحنا معانا على الشاشة شخصيات إعلامية قديرة، راح نشوفهم ونتكلم لهم. نعم، الاستاذ غالب العصيمي، الزميل العزيز الاستاذ علي الرئيس، اكيد مع كلهم طبعا زملاء اعزاء، واشتغلت معاهم اكثر من برنامج. تحياتي ليهم جميعا، واتمنى لهم المزيد من التوفيق، وان شاء الله من مكانه لمكانه افضل باذن الله. أكيد ان شاء الله. أكيد ان شاء الله يا رب. تحياتي ليهم جميعا طبعا. اكيد، والتحيه موصوله منا لهم عبر برنامج عسيف، واحنا اكيد يعني اللقاء يعني مشى بسرعه معانا، ولكن نبي منك وعد ان شاء الله انك انت ايضا تعودين اكيد للتلفزيون بالقالب اللي انت تفضلينه اللي هو الثقافي، وايضا انت يعني على مسمع الجميع اكيد في برنامج مهم طبعاً. صباح الخير. اكيد طبعا فقراته هامة ومميزة وحلوة، تكون جميع الناس في الفترة الصباحية تكون تسمع الإذاعة وهم رايحين دواماتهم، وهم كانوا يوصلون أطفالهم للمدرسة. أكيد. أنا أولا بشكركم جدا على وجودي معكم النهاردة، كانت فرصة جميلة جدا. أطلع اليوم نشكرك اللي ساعدنا في لقائك، ساعدنا في وجودك، يمكن قلناها في المقدمة أنا ونورة، اليوم أنت إضافة حقيقية لهذا البرنامج. العفو. طايرين فيك اليوم. فرحانين والله. فرحانين وايد فيك اليوم. العكس عن الشكر، والله مش عارفة أقول إيه يعني. يعني ما تشوفين سعادتنا انا وزميلتي نوره اليوم يوم درينا اليوم راح تكون معنا ضيفه. شكرا جزيلا. كنا بنتهاوش على هذا اللقاء عشان ناخذ من كثر ما احنا مستمتعين. احنا عندنا تكريم بسيط لك من قناه الاي تي في، وتستاهلين اداره وفريق عمل ككل، كلهم يشكرونك وكلهم مستانسين في وجودك. هذا الدرع فتحنا اياه. شكرا جزيلا. شكرا، وهذا بسيط. اكيد يعني انا عايز اعلي الشكر والله. لا لا لا، عزيزه وغاليه، ده تكريم الحقيقه عزيز جدا عليا. شكرا جدا. صحيح، هذه هديه ايضا من قناه الاي تي في واكيد برنامج. شكرا جزيلا. شكرا، نشكر وجودك معنا، وايضا انا اللي شكرا لك المزيد والمزيد من هذا العطاء اللي دائما تعطينا للمشاهدين بدون بخل. ان شاء الله نشوفك منوره دائما، دموعك غاليه علينا. اتمنى ان انا كنت بالفعل يعني ضيفه خفيفه على كل المشاهدين مشاهدي الاي تي في، وإن شاء الله يعني كنت موفقة وأكون بالفعل أستحق هذا التكريم. تستاهلين وقدر هذه المسؤولية. هذا أقل يا رب قدر يقدم لك إياه، وإحنا دائما نقول إيش بعسيف الضيوف اللي نحبهم ونعزهم، كل ضيوفنا نحبهم. أنت دائما في بيتك ومكانك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سلمين لنا على كل مستمع إن شاء الله باكر يسمع صوتك أكيد من عن طريق الإذاعة وأثير الإذاعة. سلمي عليهم جميعا من نورة عبد الله وفيصل العجمي وكل طاقم. يوصل إن شاء الله. ومرة ثانية بشكركم وبشكر كل المشاهدين اللي تابعوني النهاردة. عجز عن الشكر والله. شكرا جزيلا. شكرا لك. وايضا احنا مع المشاهدين راح ننتقل، راح نروح على فقره صح؟ اكيد، اتوقع فقره ونكمل معاكم بعد شويه.